السيسي يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بجميع الجهات الحكومية. متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء. ودعوات لإضراب عام اليوم في لبنان لتسريع تشكيل الحكومة. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كل من جنوب سيناء والأقصر بدءا من شهر مارس 2020. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة المالية ووزير الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في إجراء الجراحات ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى. من ناحية أخرى، تابع رئيس السيسي إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية. ذكرت تقارير أعلامية أن المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء حصروا مبنى القنصلية الإيرانية وأضرموا النيران في أحد جدرانها. وقال مسؤولون محليون وقيادات في الشرطة أنهم فرقوا المتظاهرين الذين طالبوا برحيل كل الدبلوماسيين الإيرانيين بسبب ما وصفوه بالتدخل الإيراني في بلادهم. وجاء ذلك بعدما دشن ناشطون عراقيون حملة لمقاطعة البضائع الإيرانية. قطع المتظاهرون في لبنان عددا من شوارع العاصمة بيروت وضواحيها، ومن بينها قطع جسر الرنج وجلة ديب وعدة طرقات أخرى في البقاع وعكار وصيدا. ودعا المتظاهرون إلى الإضراب العام اليوم الاثنين وتعطيل الحركة في المرافق العامة والخاصة. وكان عشرات الألاف من المتظاهرين قد احتشدوا في بيروت وطرابلس ومدن لبنانية أخرى بعد دعوات للاعتصام تحت اسم أحد الوحدة. أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن تشكيل المجلس التشريعي سيتم قبل 17 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أهمية الخطوة في سد الفراغ الحالي في إصدار التشريعات. وقال القيادي إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي أنه سيتم استكمال كافة هياكل المرحلة الانتقالية وكذلك محاكمة رموز العهد السابق المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو أعمال فساد أو أي نوع من التجاوزات. استمرت في برشلونة المسيرات الشعبية المطالبة باستقلال إقليم كاتالونيا عن أسبانيا، وهي المسيرات المستمرة منذ أسبوعين بعد صدور أحكام قضائية بالسجن بحق زعماء مؤيدين للانفصال. كما تأتي الاحتجاجات قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية بالبلاد المقررة في 10 نوفمبر الجاري. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.